الرحيم. كما اعتدنا دايما بنبدأ معاكم الندوة بتاعتنا بأخبارنا الفترة اللي كنا غايبين فيها عنكم حصل ايه. لكن النهاردة مش قادرين نعمل كده. معانا النهاردة اتنين دكاترة عظام قوي، طبعا دكتور عمرو حسن، الدكتور الهمام اللي دائما حاضر معانا، كل افكاره جديده، كل افكاره دايما متطوره، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله. معانا النهارده الدكتور كمان محمد المهدي. عايزه اقول لكم حاجه لطيفه قوي، الدكتور محمد المهدي احنا يعني تقريبا سعينا اسبوعين انا ودكتور عمرو عشان نعرف نحصل على رقم تليفون حضرتك، بس يعني اسبوعين بندور على رقم تليفون وبندور ازاي نتواصل معاه. احنا النهارده معانا اللي في ندوتنا، نبدا على طول، ما اقدرش يكون معايا قامتين عظماء زي الاثنين دكاتره اللي عندنا النهارده ونبدا نقول اي حاجه غير ان احنا نبدا الندوه. معانا دكتور استاذ دكتور عمرو حسن، استاذ النساء والتوليد جامعه القاهره، وهيكلمنا عن صحه المراه بعد سن الأربعين والتغيرات التي تحدث لها. وإذا حضر الماء بطل التيمم، ما ينفعش نتكلم عن الطب النفسي إلا في وجود الدكتور محمد المهدي، أستاذ دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر. دكتور محمد، حضور حضرتك النهاردة يعني أنا بعتبره إنجاز إن أنا قدرت أوصل لحضرتك، وحضرتك تقبل إنك تنورنا. إحنا شاكرين ليك وقتك الغالي، وشاكرين لحضرتك إن أنت وافقت إن أنت تحضر. نبدأ من على اليمين. كان عندي مشكلة هبدأ مع مين من الدكاترة، فدكتور عمرو حسمها ونقعد هو على اليمين. دكتور عمرو اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سنة صحة المرأة بعد سن الأربعين. يمكن في جزء كبير جدا من المشاكل اللي بتواجه المرأة بيبقى إن إحنا مش الجهل، دايما الواحدة ما تبقاش عارفة إيه اللي ممكن يحصل لها هو اللي بيعمل لنا المشاكل. دايما واحدة تقول لك أنا سمعت إن قريبتي لما عدت الخمسين جالها الضغط، واحدة تانية جالها السكر، واحدة جالها سرطان الثدي وشالته، واحدة جالها نزيف واضطرت إن هي تشيل الرحم. فاحنا اتكلمنا النهاردة بصفة عامة إيه ممكن المشاكل اللي تواجه المرأة في سن الأربعين وإزاي تحافظ على صحتها، هنقدر إن إحنا نتجنب أي مشاكل. بس الأول لازم نعرف إيه هو تعريف الصحة. الصحة دايما لو سألت أي حد يعني الصحة يقول لك ما عندكش لا ضغط ولا سكر ولا قلب، بس دايما بنقول إن التعريف ده قاصر. التعريف ده قاصر لأن احنا بنقول إن هي الصحة هي السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. هو مش جزء بس بدني، هو جزء عقلي ونفسي واجتماعي. لو احنا سألنا الناس إيه أكتر سبب ممكن يقل سبب الوفاة، لو سألنا الناس إيه أكتر سبب ممكن يسبب الوفاة للستات في العالم، اكتر سبب ممكن يسبب الوفاه للستات في العالم، هل يا ترى هو سرطان الثدي ولا الايدز ولا السل ولا امراض القلب ولا الملاريا؟ حد عارف؟ لا، المعلومه اللي هي امراض القلب ده اكتر سبب عالميا مسجل ان هو يسبب الوفاه للسيدات. فعشان كده النهارده نحب ممكن نتكلم فكره بسيطه جدا عن امراض القلب وازاي تحصل. هل يا ترى الستات ولا الرجاله اكثر عرضه للاصابه؟ قبل سن الأربعين الرجاله طبعا اكثر عرضه للاصابه بكتير، لان الست بيبقى عندها هرمون الانوثه اللي اسمه الاستروجين، ده بيزود الكوليسترول الحميد ويقلل جدا الكوليسترول الضار. بعد سن الأربعين وبعد انقطاع الدوره الست والراجل هما الاثنين اتساووا، اللي كان بيحمي الست اللي هو هرمون الاستروجين قل عندها، فبالتالي هما الاثنين بقى ليهم نفس درجه الخطوره. بس هي عوامل الخطر، عوامل الخطر هي زي التدخين، زي السمنه، زي قله النشاط الرياضي، زي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر والكوليسترول. بس هل يا ترى العوامل دي لو بصينا عليها العوامل دي يمكن تجنبها؟ كل العوامل دي ينفع نتجنبها لو ابتدينا نلعب رياضه، لو ابتدينا نحافظ على وزننا، لو ما فيش تدخين، لو الواحده دايما بانتظام تقيس ضغطها وتقيس سكرها وتقيس الكوليسترول وتعرف هل يا ترى هي عندها تاريخ مرضي لارتفاع الكوليسترول في الدم ولا لا. فشويه المعلومات دي ممكن ما تبقاش عند كل الناس. طب تاني قلنا سبب للوفاه في السيدات هو بعد امراض القلب هو السرطان. حد يعرف ايه ممكن يكون اشهر نوع سرطان عند الستات؟ سرطان الثدي. اشهر نوع سرطان هو سرطان الثدي، بعديه سرطان الرئه، وبعديه سرطان القولون. سرطان الرحم او المبايض بيبقى ترتيبهم اقل جدا، بس هو اشهر نوع هو سرطان الثدي. بس احنا دايما لما نحب نتكلم عن السرطان انا مش عاوز للواحده لما يجي لها سرطان وابدا اعالجها. دايما احنا بنقول في حاجه اسمها الكشف المبكر، ان انا بدور على الحاجه عشان امنحها، وبعد الكشف المبكر لو هي جالها السرطان ابدا اعالجها. بس احنا دايما مسؤوليتنا ان احنا كدكاتره ان انا امنع اصلا حدوث المرض وان انا اعمل كشف مبكر. سرطان الثدي يعني ايه؟ نعرف يعني سرطان الخليه بتتجنن، بتتكاثر بطريقه مش طبيعيه وتبدا تنتشر لكل الاعضاء. فلو حصلت القصه دي في الثدي هيبقى اسمه سرطان الثدي.
نسبة سرطان الثدي واحدة من كل 8 هيجي لها سرطان الثدي، وكل الستات بيبقى معرضة للإصابة، فلازم كل واحدة نبقى عارفين القصة دي مهمة. سرطان الثدي ده أكتر نوع بين الستات، هو تاني أكتر سرطان على مستوى العالم موجود، هو ده تاني أكتر سرطان يسبب الوفاة، وكل ما السن بيزيد كل ما احتمالية الإصابة بسرطان الثدي بتزيد. وفي جزء كبير منه اللي هو العوامل الوراثية، يعني لو واحدة دايما بنقول اعرفي التاريخ المرضي للعيلة، لو خالتك أو عمتك أو مامتك كان عندها سرطان الثدي لازم تعرفي إن أنت قد تكوني أكثر عرضة من غيرك ان انت يجيلك سرطان الثدي. في عوامل ثابته، ان احنا بنقول دايما سرطان الثدي ما بيجيش بس في الستات بس، ممكن يجي في الرجاله، بس طبعا نسبته في الستات اعلى بكتير من 100 لكل واحد، وكل ما بيزيد العمر كل ما الاحتماليه بتزيد، وقلنا لو في حد في العيله جاله قبل كده سرطان ثدي ده بيزود احتماليه الاصابه. وبنقول في حاجات ممكن تزود الاصابه، لو واحده جالها الدوره مبكرا جدا او الدوره خلصت اتاخرت عليها عقبال ما جت دخلت في المينيبوز. في عوامل تانية، واحدة ما ولدتش قبل كده، او لو ولدت في سن متأخر او ما رضعتش، فمعنى كده نفهم ان هي لو الواحدة رضعت او ان هي ولدت وهي في سن صغيرة بتقلل احتمالية الاصابة بسرطان الثدي. الوزن من اشهر الحاجات اللي تعمل سرطان الثدي، هو الوزن الزايد، دايما بنقول السمنة مشاكلها كتيرة، ومن اكتر مشاكل سرطان الثدي الخلايا الدهنية بتطلع هرمون الاستروجين، وهرمون الاستروجين زيادته دي تدخل الواحده في سرطان الثدي، بالعكس بس مش من سرطان الثدي، لو اتكلمنا عن سرطان الرحم هنعرف برضو ان البدانه بتزود القصه دي. التدخين برضو من الحاجات اللي بتزود، فاحنا نعرف كده ان العوامل الخطوره العمر لما هيزيد، لو في تاريخ عائلي في العيله، لو هي اتاخرت في الانجاب، وفي عوامل ان احنا ممكن ما نتفاديها زي السمنه، لو احنا لعبنا رياضه، لو الواحده رضعت، لو ابتدت ان هي تحاول تولد بدري. هل يا ترى في كشف مبكر سرطان الثدي؟ في ثلاث حاجات. اول حاجه دايما الفحص الذاتي، دايما بنحاول نعلم بناتنا نقول لهم بعد السن ال20 بعد انتهاء الدوره دايما افحصي صدرك وشوفي هل يا ترى حاسه حاجه ولا لا. والفحص الطبي، ان الواحده هتروح للدكتور بصفه مستمره ابتداء من بعد سن ال40 بصفه دوريه تقول له يعمل فحص للثدي. الفحص الاشعاعي ده بيتعمل مره بعد سن ال40، تبقى مره سنويا، وهنتكلم عليه اللي هو الماموجرام. الفحص الذاتي ده احنا بنقول ان احنا نحاول نعلم بناتنا ان هو بعد سن ال20 دايما اتعرفي على نفسك وافحصي الصدر، ودايما بنقول افحصيه في نفس اليوم ثابت عشان ما تبقيش تنسي كل شهر. هي ممكن تعمل فحص ذاتي للثدي وهي بتستحمى او بعد الحموم، او لو هي نايمه على ظهرها، او لو هي واقفه قدام المرايه، ففي كذا طريقه للفحص، ودي طرق سواء هي واقفه او رافعه دراعها او هي نايمه. وهي بتعمل فحص ذاتي امتى هتروح للدكتور؟ لو حست بورم غير عادي، او حست ان شكل الصدر ابتدى يتغير، او ابتدى ان يبقى فيه لون غريب او حك، او ابتدى يبقى ان فيه الم في الحلمه، او يبقى فيه افرازات، كل الحاجات دي تخليها تبدا ان هي تروح للدكتور وتساله وتقول له انا بديت اخد حاجه من حاجات غريبه. بعد كده نتكلم عن حاجه اسمها الفحص الاشعاعي اللي هو الماموجرام، بنقول ده ميزته ان هو هيكتشف الواحده قبل ما يكون اصلا السرطان ويكون محسوس. يعني احنا الفحص الذاتي او الفحص السريري الواحده لما بتحس بتروح للدكتور، بينما الفحص الاشعاعي اللي هو الماموجرام من قبل ما في حاجه محسوسه الواحده ممكن نكتشفه. الفحص الاشعاعي ده بيتعمل مره في السنه بكل واحده فوق سن ال40، وده هيكتشف السرطان بدري جدا. الفحص ده ما بيستغرقش اي وقت خالص، هو امن جدا ومفيش منه اي مشاكل، ودي صوره بتبين لنا ان انا لو عملت فحص اشعاعي هكتشفه وهو صغير جدا، بينما لو انا عملت الفحص بالايد او عند الدكتور هكتشف الورم لما يكون وصل لمرحله متاخره. ودايما بنقول ان نسب الشفاء ليها علاقه متناسبه جدا مع حجم الورم، كل ما حجم الورم هيزيد كل ما احتماليه الشفاء بتقل. دي هنا واحده عملت ماموجرام. الكشف المبكر بنقول هيؤدي للشفاء تام في اكثر من حالات من 90%. الكشف المبكر هيحمي الواحده من ان هي تعمل استئصال كامل للثدي، والواحده حتى لو التحليل طلع كويس لازم دايما نعيد بصفه عامه كل سنه. هي الكشف المبكر عباره عن فحص ذاتي ان الواحده هي اللي بتفحص نفسها، وعن الفحص السريري ان هي بتروح للدكتور، والصوره الاشعاعيه اللي هو الماموجرام، كل الحاجات دي مهمه لانقاذ الحياه. فحص الثدي الذاتي The circular method. هنا هيورينا طريقة ثلاث طرق للإزاي واحدة تفحص إيديها. الطريقة اللي هي circular method اللي هي بإيديها، وتقدر بالطريقة circular تلف زي الدايرة. Starting in the armpit area, move your fingers down to below your breast to the bra line. الطريقة الثانية هي على شكل خطوط، بدل ما هي كانت بتحس صدرها على شكل دوائر تبدأ تحس صدرها من فوق لتحت على شكل خطوط. Checking the entire breast area to the center of your rib cage. Or the wedge method, starting at the outside edge of your breast. الطريقة الثالثة اللي هي شكلها على شكل wedge method اللي هي من الجناب. You're checking one slice at a time until the entire area has been covered. Then check your armpit area. After you've checked both of your
هل يا ترى في طرق ممكن الواحده تعملها عشان تقي نفسها من سرطان الثدي؟ بنقول نبعد دايما عن السجاير، نبعد عن كل انواع الخمور، البعد عن التعرض لاشعه الشمس لفترات طويله، نبعد عن القلق والتوتر. كل الحاجات دي بيزود الاحتماليه الخطر الاصابه بسرطان الثدي. نقول الحمل المبكر والرضاعه الطبيعيه وحاجه زي الجوز من الحاجات اللي بتحمي الواحده. نقول دايما نحاول ان احنا نقلل التناول الدهون ونبعد الواحده، نقول لها دايما حاولي ان انت تخسي ودايما ناكل اكل فيه الياف طبيعيه، الالياف دي بتقلل احتماليه الاصابه بسرطان الثدي. دايما بنقول ان الكشف المبكر هيساعدنا في العلاج في وقت مناسب جدا، ودايما بنقول لاي واحده ما تقلقيش لو حسيتي بفرق بين الثديين، لان هو كده كده بيبقى دايما في فرق بينهم، ولو حسيتي باي الم او حاجه لازم تروحي للدكتور. حد يعرف دي مين؟ تمام، ده الرئيس الامريكي فورد ودي مراته. هو بعد ما في 1974 اول ما استلم الرئاسه بعديها بشهر بالظبط مرات الرئيس الامريكي اعلنت ان هي عندها سرطان ثدي وان هي تشيل صدرها. ساعتها الناس لما